مشاعل! مشاعل! هلا عامر. هلا ياسر. ابيك تجين الشقة بسرعة. أنا متوهق والموضوع حساس شوي. أبي فزعتك يا الخوي. ابشر يا الخوي تحزم. طيب. الستر يا زقرت. هالموضوع شوي حساس. تفضل. هذا اللي صار يا عيال، وجوالها لقيتها هنا، وأنا مستغرب من اللي حصل. أنا أقول لك إيش اللي حصل. اللي حصل زوجتك انخطفت من عصابة. عصابة؟ عصابة وشو يا كونان الهنداوية؟ أنا بقول لك كيف. حسب الأدلة والمعطيات اللي أشوفها قدامي. وش تبغوا؟ هات الطاقية. لا، هذه طاقية زوجي. وش جوك انت؟ تدافع عن طاقية ومشيناها، لكن مشاعل تطرح ثلاثة تبطي والله. ذي يهبل. طيب كيف انخطفت؟ والله سؤال وجيه، ما دامها فقعت وجيههم، شلون انخطفت؟ أنا أقول لكم ما هو اللي حصل. مين؟ السلام عليكم يا أختي، معك جارتك أم مساعد، تونا البارحة سكننا في العمارة وقلت أمر عليك وأسير وأتعرف عليك بالمرة. تفضلي تفضلي، أهلا وسهلا، تفضلي. كيفك؟ شو أخبارك؟ تفضلي. الحمد لله. شلونك؟ وتسحبها خارج الشقة. يا جعل ما ينسحب غيرك. شلون تسحبها؟ والحوسة هذه، الحوسة هذه وش؟ Have a nice time. عرفت من خطفها. أنا أوريك. أنتي ماذا تريدين؟ طلع زوجتي، داري إنها عندك. هل فقدتي ثوابك؟ قسم بالله لو ما طلعت زوجتي لما عط شوشتك. تفهم ولا ما تفهم؟ كل شيء إلا شوشتي. دعوه يدخل ويبحث عنها حيث كان. شوشتي شوشة أيها الزلابة. تبي تطلع زوجتي ولا لا؟ أنت ماذا تريدين؟ لقد بحثت عنها في البيت شاملة ولم تجدها. قد تكون مع ابنتي ليندا في الدمام. اسمع يا ابو شنب، قسم بالله قسم بالله لو ما تطلع زوجتي لا. بلا كسرة هياط وبربرة. اقول انت اللي بلا هرد زايد.
وش جاب صورة خويك عندي بالشقة؟ خذوه من هنا. والله ما أخليك، قسم بالله ما أخليك، أتشوف أوريك. وقت. كيف تترك دليلة مثل هذه في موقع الجريمة؟ مين؟